الأجزاء اللي فاتت من السلسلة اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات كانت واخدة اتجاه شبه مستقبلي في السلسلة نفسها، لكن الجزء الثالث رجع بينا في الزمن اللي ورا لفترة الحرب الباردة، والرجوع بالزمن اللي ورا مش معناه ان هيكون في تقديم لأفكار بدائية مثلا، لا بالعكس. Metal Gear Solid 3 تعتبر يعني قدمت جيم بلاي ديزاين المفضل بالنسبة لي في السلسلة كلها. كوجيما مع المنافسة الحامية بتصميم الستيلث ميكانيكس مع ظهور سلسلة زي سبلنتر سيل قرر انه ياخد مسار تاني ومختلف وممتاز، واحيا السلسلة بطريقة غريبة. الجزء الثالث قدم كم ضخم من الافكار معتمدة على تصميم يديلك شوية حرية او زي ما بيقولوا ساند بوكس. الستيلث ميكانيكس كانت اول حاجة جديدة فيها هي CQC او Close Quarter Combat. اللعبة ما التزمتش بانيميشن واحد تعمله عشان تتخلص من الحراس، كان في مجموعة انيميشنز كتيرة بكنترولز مختلفة حسب السلاح اللي في ايدك ومكانك حوالين الحارس، وبقى في امكانيه انك انت تستجوب الحراس وتثبتهم بكذا طريقه مختلفه عن الجزء الثاني. تاني حاجه هي كانت الكاموفلاج سيستم اللي كان انجاز كبير جدا لصالح السلسله، واللي طور الستيلس ميكانكس وتفاعلك مع الليفل ديزاين لمستويات كبيره جدا. مع الوقت سناك كان بيقدر ياخد شويه كاموفلاج سواء لللبس او الفيس بينتينج، وتقدر تغيره مع كل بيئه مختلفه عشان تعرف تتخفى كويس في البيئه دي. الموضوع كان متنوع بشكل يعني بدون مبالغه، اقدر اقول لكم نادر انه في العاب الجيل الحالي او الجيل اللي فات. ده حتى كان ممكن تنزل في المية وتلبس ماسك على شكل تمساح وتتخفى بقى عن عين الحراس، وادوات كتيرة جدا من موشن ديتكتور والسونار، وتفاصيل كتير اضافت على ادوات قديمة زي مثلا ان كاتم الصوت بتاع بعض الاسلحة بيبوظ مع الاستخدام مع الوقت، وده اللي بيحصل في الحقيقة. اللعبة كانت جنة الستيلس من الاخر، خلت اللي بيلعب كأنه بريدتور في وسط الغابة واصطاد في الحراس من وسط الشجر والزرع. ومش كده بس، اللعبة كانت طبعا بتحصل في مناطق اشبه بالغابات الاستوائية، كوجيما اضاف فكرة الصراحة كانت ممتازة ومعتمدة على السيرفايفنج، ان سنيك كمجند بينفذ مهمة خاصة بتستمر لمدة ايام، اكيد هيعوز ياكل وهيجوع، وكان بالفعل بيجوع والاستامنا بار بتاعه بيقل، فكنت من حواليك بتلم بقى زي نباتات او تصطاد حيوانات زي التعابين وتاكلها، وكان من الممكن يجي لك تسمم عادي وتعالج نفسك. واللعبة كان فيها كم كبير من حيوانات مختلفة او اي حاجة ليها علاقة بالحياة البرية في كل منطقة انت بتروحها. المبهر اكتر ان اللعبة كانت بتخلي اللي بيلعب يحاول يتابع مستوى الجروح في جسم سنيك ويعالجها بطرق مختلفة من اسعافات اولية او ادوية بيلاقيها وسط اللعبة. واللعبة على الرغم ان اول اصدار ليها كان متبع نفس نظام الكاميرا الثابتة في الحركة، وتشال تماما السوليتون ريدر عشان تقنيا كان مستحيل في الوقت ده، وتعوض بالسونار، بس الليفل ديزاين في اللعبه مع الكاموفلاج سيستم مع طريقه الحركه وانك تتخفى من قدام عين اي حد عوض كل ميزه من مزايا الاجزاء اللي فاتت مش موجوده في الجزء ده. كم الحريه في الحركه والوصول الهدف من اماكن مختلفه كان كبير جدا، ان كل موقف فيه حريه لاستخدام ادوات يعني معظم الادوات الموجوده في اللعبه حتى لو في البوس فايتس. وبالمناسبه البوس فايتس في اللعبه دي بالنسبه لي افضل بوس فايتس في السلسله كلها، وامتعهم واكثرهم تنويع. وكمان المفروض ان الاجزاء اللي فاتت اتبعت فلسفه في التصميم وهي الاهتمام تفاصيل، لكن هنا اللعبه بتتبع نفس الفلسفه دي وتضاف عليها عمق التفاصيل دي ذات نفسها اكتر من الاجزاء اللي فاتت. على سبيل المثال انت التعابين اللي انت ممكن تصطادها عشان تاكلها ممكن تكون سامه وتفضل عينها معاك، برضو ممكن ترميها على اي حارس عشان تسممه وتخلص منه، او ممكن ترمي له اكل بايظ معاك ياكله ويجيله تسمم برضو. ممكن توقع خليه نحل على راس شويه حراس عشان تخلص منهم وتخليهم يجروا بعيد عن المكان بسبب خوفهم انهم يتقرصوا. ودي امثله بسيطه وقليله، وكم التفاصيل في اللعبه كان يخلي مخك يعجب عن استوعاب الاهتمام بكثرته وتعدد طرق الاستفاده من التفاصيل دي. حاله الفورس وول بريكنج بقى اللي كانت ظهرت في الاجزاء اللي فاتت واتكلمنا عنها ظهرت هنا برضو بشكل اكبر. كوجيما كان عنده زي فكره تصميم الالعاب، وهي الالعاب هتفضل طول عمرها العاب مهما وصل مستوى الواقعيه فيها. احنا بنلعب العاب بنقول انها واقعيه، وانت ممكن تصحي حد فيها من الموت بعد ما خد رصاصه في راسه، او تعالج روحك لما تقف على صندوق مرمي على الارض. كوجيما في العابه دايما بيقول اللي بيلعب دي لعبه، فكان بيعمل حاجات كتيره في العابه وتفكر الناس بالنقطه دي، وكانت معموله بشكل كبير في اللعبه هنا. زي مثلا لو كنت فتحت المين مينيو وفضلت تخلي سناك يلف حوالين نفسه هيرجع ويتخلص من مثلا اي اكل مسبب له مغص، والطريقه دي كانت مخفيه عشان ممكن تهرب من السجن بعد لما كان سناك اتقبض عليه. او الاهم من كده البوس فايت بتاع ذا اند اللي هو الراجل العجوز اللي عنده 104 سنه، لو سبت اللعبه اسبوع مش بتلعبها من تاريخ دخولك البوس فايت دي ورجعت تاني هتلاقي ان ذا اند مات من الزهق.
طبعا دي ممكن تعتبروها زي ايستر ايج، بس كانت طريقه بتخليك تعدي حته في اللعبه، وهي طبعا على وقتها ما كانش اي حد يلاحظها، واصلا انت ممكن تلحق تموت ذا اند قبل البوس فايت. في مشهد في اللعبه لو عرفت تجيب سنايبر رايفل قبل ما توصل له يعني ممكن تموت ذا اند بي، ودي تفصيله كانت مخفيه في اللعبه. عموما انا ممكن افضل اتكلم واتكلم عن كم التفاصيل المرميه في اللعبه دي. اللعبه نزلت في 2004 وكانت وجبه دسمه سواء في الجيم بلاي معبي بتفاصيل كتيره جدا، خلتني افضل سنين من بعد نزول اللعبه اكتشف فيها، او قصة كانت ممتازة وخلتنا نعرف تفاصيل كتيرة عن واحد من شخصيات اللعبة، او مستوى كان مبهر في الجرافيكس وفي التفاصيل اللي قدمها. طبعا يعني الوجبة الدسمة دي للأسف اللي نزلت في الجيل قبل اللي فات، بعض المطورين حاليا بيبخلوا علينا بيها في الجيل الحالي، وده اللي خلى الجزء الثالث اللعبة المفضلة واللعبة رقم واحد بالنسبة لي من ساعة لما وعيت على حاجة اسمها فيديو جيمز. وبالمناسبة كوجيما اعاد تصميم حاجات في اللعبة في نسخة اسمها سبسيستنس، كان من اهمها اضافة السير بيرسون فيو كاميرا والتخلص تماما من اسلوب فيكس الكاميرا القديم في السلسله، وكمان ضاف المالتي بلاير مود اللي كان اسمه ميتال جير اونلاين، واللي الصراحه كان ظريف بس طبعا كان بيقابل شويه العوائق بتاع بلاي ستيشن 2 لما كان بيتوصل بالانترنت وما كانش ساعتها فيه بي اس ان تقريبا. الجزء الرابع بقى من السلسله اللي نزل على بلاي ستيشن 3 كان بدايه الالعاب اللي نزلت في اول الجيل اللي فات اللي اديت له زي بدايه ممتازه، خصوصا كونها لعبه حصريه لبلاي ستيشن 3. كوجيما في الجزء ده صمم الجيم بلاي بحيث يكون مناسب للطبيعه اللي بقت موجوده في الالعاب في الجيل ده، وكان بدايه الموضوع ده اصلا من نسخه سبسيستنس في الجزء الثالث، بمعنى ان ما عادش فيه الكاميرا الثابته، بقت اللعبه فيها كاميرا بتتحرك بحريه كبيره جدا، واللعبه بقت ماشيه بنظام السير بيرسون فيو وبتعمل ايمج عادي جدا منه بزاويه الكاميرا اللي هي اوف شولدر فيو. والجزء الرابع بشكل كبير كان عباره عن تطوير الافكار الجزء الثالث، ابتدت بقى من الكامو سيستم بتاع اللعبه. اللعبه بما انها رجعت للشكل المستقبلي فسناك على طول لابس زي نانو سوت اسمها اوكتو كامو. الجزء اللي فات عشان تغير الكامو اللي على اللبس بتاعك كنت بتخش منيو تختار اكتر كامو مناسب للمكان اللي انت فيه، لكن هنا الاوكتو كامو بتغير لونها بنفسها حسب الحيطه اللي انت لازق فيها او الارض اللي انت بتسحب عليها. والموضوع ده كان مبهر انك تخلي الاوكتو كامو بتغير التكتشرز كمان بتاعت اللبس اللي انت لابسه، وده حسب المكان اللي انت فيه وبتنوع لا نهائي. ومع الوقت بعد اول بوس فايت بتاخد زي فيس كامو عشان تعمل كاموفلاج بتاعك بنسبه 100%. ومن ضمن الادوات الجديده اللي وفرتها اللعبه هي السوليد اي اللي كانت عباره عن زي جهاز متركب على عين سناك، ومن خلاله في وظائف مختلفه من رؤيه ليليه والسونار بتاع الجزء الثالث بس مطور بشكل كبير، بحيث ان اللعبه ما عادتش بتوريك مدى الرؤيه بتاع الحراس زي اول جزئين، هي بقت بتكشف عن الاصوات الصادره منهم وبتبين على السونار. ممكن تقول انه هو سونار في موشن ديتكتور الاثنين مع بعض. والمناسبه استخدام السونار كان بيستهلك بطاريه السوليد اي، فدي كانت وسيله من اللعبه انك تعتمد على التسلل والاوكتو كامو اكتر من السونار ذات نفسه. السي كيو سي في اللعبه اتغير بنسبه كبيره جدا وتعاد تطويره من الصفر، مش مجرد اضافاته بس للي حصل في الجزء الثالث، وبقى فيه كم من التعقيد والتفرع والحركات المختلفه اللي انت ممكن تنفذها. رغم ان الكنترولز بتاعت اللعبه كانت مشابهه لالعاب الجيل ده زي ما قلنا، بس الكنترولز نفسها ما كانتش بالبساطه اللي اي حد يتخيلها، وخلت طريقه الحركه والتفاعل مع اللعبه متنوعه بشكل كبير جدا. من الاضافات اللي كانت متاحه في اللعبه في اول فصلين بالتحديد في القصه فكره انك انت موجود وسط طرفين في صراع مع بعض اللي هم المرتزقه والمتمردين. اللعبه بتدي لك حريه انك تشوف انت ممكن تميل لاي طرف منهم او ممكن تنفض لهم تماما، واي فعل ضد اي طرف الطرف الثاني بسببه ممكن يساعدك، او على الاقل لو مش هيساعدك مش هيجي جنبك لو حد منهم شافك. اللعبه قدمت برضو ترسانه اسلحه ممكن تكون الاضخم في السلسله وبصراحه بزياده كمان. مع التنوع الضخم للاسلحه في اللعبه في امكانيه انك انت تعدلهم بتعديلات مختلفه من اوبتكس وسبريسرز وجرنيد لانشرز وهكذا. وعشان ابقى صريح معاكم واركن اني داي هارد فان للسلسله دي على جنب، كوجيما الصراحه زودها قوي في كميه الاسلحه، خصوصا ان في اسلحه ما كانتش مناسبه للجيم بلاي اللي هو معتمد على الستيلز. وفي الجزء اللي فات كان كوجيما كان قدم حاجه جديده زي الهانجر ميتر، بس الفكره دي ما كانتش موجوده هنا واتشالت تماما، وحل بدلها السايكولوجيكال ميتر اللي بيوضح الحاله النفسيه لسناك. ده كان بيعتمد على انك مثلا لو قدرت تجيب هيد شوتس بدون مشاكل، قدرت تستغل اطراف صراع بشكل يفيدك، او قدرت انك انت تنفذ سي كيو سي موفمنتس بشكل سليم، معنوياتك بتبقى عاليه والادرينالين في جسمك بيبقى نسبته عاليه ومش بتحس بالالم بسهوله، ولو اتجرحت مش بتخسر جزء كبير من الهيلث بتاعك. ولو بقى حصل انك انت دخلت في مواجهات طولت بشكل كبير او سناك شم حاجه ريحتها وحشه، مش بهرج ده كان بيحصل ساعات في اللعبه، معنويات سناك بتقل وبينتج عنها ان الايمنج ساعات بيبقى مهزوز واعراض تانية كتير.
اللي بصراحة كان لازم يبقى موجود وتشال وهو متابعة علاج الجروح بتاعة سناك، بس اللعبة كانت بتحاول تقنع اللي بيلعب ان اصلا الاوكتو كامو سوت اللي هو لابسها بتوفر الدعم الجسماني الكافي، خصوصا انه معجز جامد قوي. بس صراحة انا شايف ان كان في مساحة ان الاضافة دي تكون موجودة في اللعبة، خصوصا ان الاوكتو كامو يعني بالتطور اللي هي بتقدمه كان ممكن الموضوع يبقى احسن. في اضافات كتيرة كانت موجودة في اللعبة زي الروبوت اللي هو مارك 2 اللي ممكن تستخدمه من على مسافات معينة عشان تتخلص من بعض الحراس، والبوس فايتس في اللعبة كانت متركزة بشكل كبير جدا مع مجموعة بيوتي اند بيست، وكل بوس فايت كانت بتحاول تقدم افكار مميزة تخص كل بوس، زي مثلا لافينج اوكتوبس والبوس فايت بتاعتها اللي كانت عبارة عن زي استغماية بتتخفى بقدراتها باسلوب حلو جدا، او البوس فايت بتاعت كراينج وولف اللي بتعيد ذكريات البوس فايت بتاعت سنايبر وولف من اول جزء بس بميكانيكس جديدة ومختلفة زي اللي فرضها حالة الجو في المكان او استخدام السيرمال فيجن. عشان ابقى صريح معاكم، انا كشخص استمتع بالبوس فايتس في الجزء الرابع، والجزء ده خلصته 12 مره، ولو كان التروفي سبورت بتاع اللعبه موجود اول ما اللعبه نزلت كان زماني جايبه بلاتنم. بس البوس فايتس يعني ننقصها حاجه من الجزء الثالث، وهو التنوع اللي ظهر في الجزء ده من طرق انك انت تقضي على اي بوس. تقريبا كل بوس ليها كذا طريقه، بس كان الموضوع ما كانش بنفس روح الجزء الثالث من تنفيذ استراتيجيات معينه اكتر من ان اللعبه مجرد ما تشوف الباص تقعد ترش عليه رصاص. وبما ان الجزء ده كان بينهي التايم لاين بتاع السلسلة، من ناحية الجيم بلاي قدم حاجات تعتبر فان سيرفيس ممتازة، زي انك في مشهد معين تسوق ميتال جير راكس وتخش بوس فايت بيها ضد ميتال جير راي. لحد دلوقتي مش قادر انسى ردة فعلي على الموقف ده، يعني كان حاجة خلتني في قمة السعادة. بس النقطة الأخيرة بقى بالنسبة للعبة هي مسألة الكات سينز. الصراحة في بعض الكات سينز يعني ممكن أقول إن كوجيما اتغاب شوية. الكات سينز كانت ممتازة للعبة بتنهي التايم لاين بتاع السلسلة وبتدي الاحساس الكافي بالكلوجر المطلوب في السلسله، جابت الناس يمين وشمال، بس طبعا سابت شويه اسئله ما تجاوبش عليها. مده الكات سينز عموما اللي كانت متوزعه في اللعبه كانت 5 ساعات، ضيفوا عليها 15 ساعه جيم بلاي، بس ال5 ساعات دول كانوا متوزعين وبيعترضوا الجيم بلاي كل شويه بشكل يخليك تنسى انك ساعات في لعبه. كل شويه كات سين 10 دقائق، تلت ساعه، نص ساعه، في اكتر من نص ساعه كمان. وكوجيما اعتقد انه ادرك النقطه دي كويس وقال ان الجزء الخامس هيبقى قليل في الكات سينز وعرض القصه هيبقى جزء كبير منه وسط الجيم بلاي، وده اقرب مثلا لاسلوب نوتي دوغ خصوصا في ذا لاست اوف اس. لكن انا بالنسبه لي شخصيا ما اتضايقتش قوي من الكات سينز لدرجه ان انا اكرهها زي ما بعض الناس عملت، بس بقول بيني وبين نفسي هو مش كده كان كتير شويه. الجزء الرابع عموما قدم زي جيم مود جانبي وهو ميتال جير اونلاين، وكان الصراحه مالتي بلاير مود ممتع واندر ريتد وفي افكار مميزه بروح اللعبه، بس المشكله اللي ادت ان كونامي تقفله في 2012 هو الهاكرز، والموضوع كان خرج فعلا من ايدهم بشكل كبير. الاجزاء اللي كانت نزلت على بلاي ستيشن بورتبل كان اولهم بورتبل اوبس، والجزء ده كان بعض الناس ممكن توصفه بانه نسخه من ميتال جير سوليد 3 بس على بي اس بي، وشخصيا ممكن اقول ان هي شكلها يدي على الجزء الثالث، بس الجزء ده كان فيه افكار جديده وفي نفس الوقت كان متحدد شويه بهاردوير بي اس بي، وان اللعبه اصلا مش معموله للهوم كونسول، ده جهاز محمول. اللعبه كانت اهم حاجه اضافت فيها الكومريد سيستم، ومن خلال القصه كان المفروض سناك كان بيجند مجموعه متمردين ضد جين، ففي كل مهمه معاك مجموعه بتنفذ معاك المهمه وبتجند غيرهم، وبيبقى فيه مميزات مختلفه لبعض المجندين وممكن تستفيد منها، ولو حد مات ممكن تخسره للابد. كان في زي مالتي بلاير مود بيخليك تاخد موارد مهمه من اي شخص ضدك لو انت كسبت، وترجع وتستخدم الموارد دي في القصه نفسها. دي كانت النقط الاساسيه في اللعبه، غير كده اللعبه كانت عاديه جدا ويمكن تكون منسيه شويه في وسط السلسله على الرغم من التعقيد بتاع احداث القصه. لكن بيس ووكر كانت مختلفة شوية، بس برضو حطوا في اعتباركم انها لعبة معمولة لجهاز محمول، فما كانتش لعبة مثالية انك انت تلعبها على هوم كونسول، خصوصا ال HD ريميك اللي اتعمل للعبة، لان اللعبة اخدت فكرة من بورتبل اوبس وطورتها، وهي فكرة تجنيد ناس معاك ويقدموا لك مساعدات. لكن هنا الموضوع بقى اوسع لدرجة ان اللعبة فيه في عنوانها حاجة اتغيرت من تاكتيكال اسبيوناج اكشن لتاكتيكال اسبيوناج اوبريشنز، يعني انت بقيت بتدير عمليات خاصة بنفسك، ده من خلال انك انت بتدير ماذر بيس وبتوزع الناس اللي انت جندتهم على اقسام مختلفه اهمهم الريسيرش اند ديفلوبمنت ديفيجن، ومفروض ان ده قسم مختص في تطوير الاسلحه وتطوير ادوات بيج باس، وكمان بتطور ميتال جير خاصه بيك اللي هي ميتال جير زيك. والمهمات عموما في اللعبه كان ممكن اي حد يلعبها كوب، ويبان ان اي شخص معاك على انه مجند من ام اس اف ماشي مع بيج باس عادي وبيساعده. وكان في كم ضخم جدا من السايد ميشنز اسمها اكسترا اوبس،
ومن ضمن الميكانيكس الجديدة اللي كانت متقدمة في اللعبة هي فولتون ريكوفري سيستم، واللي كان عبارة عن بالونة بتشد بيها اي حد على السماء يعني عشان طيارة تعدي تلقطه. الموضوع كان يبان انها فكرة من ضمن الافكار القلش اللي كوجيما بيحطها في العابه، لكن هي موجودة في الحقيقة ومش قلش بنسبة 100%. الموضوع ده كان موجود فعلا في الجيش الامريكي واستخدمه في حرب فيتنام، بس ما كانتش بنفس التصميم المعاد تخيله بتاع كوجيما، وطبعا الشكل الكوميدي اللي بتظهر بيه. وكان استخدامك للفكرة دي كان محدود الى حد ما ومتحدد بعدد معين معاك. وبيس ووكر كانت كلعبة معمولة لجهاز محمول كانت لعبة حلوة جدا. اللعبة كانت متصممة لانها تكون حاجة تخلص فيها مهمة على السريع وانت في مواصلات مثلا بره البيت، ودي طبيعة البورتبل جيمينج عموما. بس الصراحة اللعبة ممكن اقول عشان امكانيات البي اس بي محدودة برضو، هي ما قدمتش مميزات من الاجزاء اللي فاتت زي كامو سيستم مثلا. اللعبة بنسبة كبيرة كان الواحد بيقضي وقت طويل في مين مينيوز زي بتاعة الريسيرش اند ديفلوبمنت، وكأنها لعبة على براوزر. عشان كده معظم الناس اللي لعبت الاتش دي ريميك على الكونسولز ما دخلتش دماغهم اللعبة، لانها مش متصممة لطبيعة الانتخة على كرسي قدام التلفزيون وهكذا. بس خلينا اقول لكم ان بيس ووكر زرعت البذرة اللي ظهر منها افكار الجزء الخامس، او بالمعنى الاصح الجزء الخامس طور الافكار دي لمستويات كبيرة جدا. والمستويات الكبيرة جدا دي زي انك انت ممكن تبني ماذر بيس بنفسك وتصممها بالشكل اللي انت عاوزه، والموضوع مش هيبقى مقتصر على مين مينيوز تتحكم فيها، وهيكون في تجنيد برضو بنفس طريقة بيس ووكر لأي حد، وهيرجع برضو الـ R&D Division، وهتقدر انك انت تطور بعض الأسلحة وتمتلك قنبلة نووية. واللعبة هيبقى فيها كم ضخم جدا من الكاستمايزيشن. الستاس ميكانيكس زي ما شفناها في جراوند زيروز بقت واقعية بشكل كبير، وفي بعض الافكار اتبسطت شوية زي CQC، والاي اي بقى تقريبا الاعلى والافضل في السلسلة، جايز يكون افضل في الالعاب في الوقت الحالي. ومن خلال فانتوم بين في محاولة ان اللعبة تبقى مقدمة مساحة حرية اكبر بكتير من اي جزء فات، وده من خلال ان اللعبة بقت اوبن وورلد وبقى في امكانية الوصول لاي هدف في اي وقت. وكمان في البادي سيستم اللي بيسمح لك تاخد شخص من شخصيات اللعبة يساعدك زي ما شفنا مع كوايت في بعض المهمات. وعموما تفاصيل الجزء الخامس اللي نعرفها لحد دلوقتي من ناحية الجيم بلاي كتيرة جدا، لكن اللي اتمنى ان الجزء الخامس يكون من ناحية التصميم زي الجزء التالت، ان يبقى في تفاصيل كتيرة بس يكون في مجالات استفادة منها تبقى اوسع واعمق شوية. انت ممكن تضيف محتوى كبير جدا بتفاصيل عالية، بس كل حاجة قدامنا ليها استخدامها محدود وليها وقتها في اللعبة. اتمنى ان الديزاين فلسفي بتاعت ميتال جير سوليد 3 ترجع تاني، ودي اللي كانت خلتها الجزء المفضل بالنسبة لي في السلسلة. عموما الفيديو اللي جاي هنتكلم عن جزء فرعي من السلسلة وهو ميتال جير رايزنج، بس مش هيبقى استعراض للقصة، انما مناقشة لوضع الجزء ده في السلسلة نفسها وبعض العيوب اللي انا شفتها. وللأسف مع تطور مشاكل ما بين كوجيما وكونامي، الجزء ده بشكل بسيط يعني بوابة اللي ممكن تحكم مسار الأجزاء اللي هتطورها كونامي من غير كوجيما، فهنتناقش مع بعض في الموضوع ده في الفيديو اللي جاي. وعموما أتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، واستنوا الفيديو اللي جاي.